السلام عليكم، انا جعفر من سبورت 360 وفيديو خاص بالنجم راسل ويستبروك بعد وصوله للتربل دبل رقم 100. ويستبروك شوز فروم ذا باسكتبول جوز تو ذا ريم اند ستيكس ذا داجر انتو ذا روكيتس. التربل دبل هو ان اللاعب يحقق رقم زوجي في ثلاثة اقسام، يعني يجيب 10 او اكثر في النقاط، الريبون، تمريرات، البلوك او قطع الكرات، 10 او اكثر في ثلاثة اقسام في المباراة الواحدة. راسل ويستبروك نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر وصل للتربل دبل رقم 100 في مسيرته، واصبح اللاعب الرابع في تاريخ اللعبة اللي وصل لهذا الرقم بعد كل من اوسكار روبرتس 181، ماجيك جونسون 138، وجيسون كيد 107. وفي 13 مارس امام اتلانتا هوكس قدر ويستبروك ب 32 نقطة، 12 ريبون و12 تمريرة حاسمة من قيادة فريقه للانتصار وتسجيل التربل دبل رقم 100 في مسيرته. راسل حقق التربل دبل الأول في موسمه الأول في يوم 2 مارس 2009 أمام دالاس مافريكس، ومن أمام جيسون كيد اللي عنده 107 تربل دبل في مباراة شهدت غياب زميله كيفن دورانت للإصابة. أبدع ويستبروك ب 17 نقطة، 10 ريباوند و10 أسيست، ونجح مع فريقه في تحقيق الانتصار. وفي المواسم الخمسة اللي بعدها قدر يحقق بس 7 تربل دبل، ونوصل لموسم 2014-2015 واللي قدر يحقق فيه 11 تربل دبل، والموسم اللي بعدها نجح في تسجيل 18 تربل دبل. لكن الانفجار الحقيقي لويستبروك جاء في الموسم الماضي، موسم 2016-2017، وبعد خروج كيفن دورانت وعدم تسجيل عقده مع الثندر، انفجر ويستبروك في موسم للتاريخ، موسم قدر يحقق فيه 42 تربل دبل من 81 مباراة لعبها، وهو رقم تاريخي في موسم واحد. وبعد عمل معدل تربل دبل طوال الموسم، وهذا الشيء اللي ما حدث من أكثر من 50 سنة، وختم الموسم بتحقيقه لجائزة أفضل لاعب في دوري الـ NBA. أما في الموسم الحالي وحتى الآن اللاعب محقق 21 تربل دبل، وهنا وصل الى نادي المية. ومن اهم المباريات اللي عمل فيها ويستبروك تربل دبل امام الليكرز في 2016، لما قدر يحقق التربل دبل في 17 دقيقة بس، وقبل نهاية الشوط الاول وصل ل 13 نقطة، 10 ريباوند و14 تمريرة حاسمة. وبعد اول تربل دبل له ب 50 نقطة كان امام فينيكس سانز في اكتوبر 2016. واكيد ما ننسى السبع مباريات المتواصلة اللي قدر يحقق فيها كلها تربل دبل ابتداء من 25 نوفمبر 2016 الى 9 ديسمبر، سبع مباريات متواصلة يحقق التربل دبل، وهذا يعتبر رقم قياسي في عدد المباريات المتتالية لتحقيق تربل دبل، متساوي مع الأسطورة مايكل جوردن. والمبهر أكثر أن عملها مرة ثانية في شهر مارس 2017 في نفس الموسم، سبع مباريات متتالية يحقق تربل دبل. والمحزن أن في المباراة الثامنة أمام منفس حقق 45 نقطة، 10 تمريرات و9 ريباوند، ريباوند واحد كان يفصله عن الرقم التاريخي. ويعتبر ويستبروك اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري اللي حقق تربل دبل ضد كل أندية الدوري، وأكثر فريق قدر يحققها أمامه هو فيلادلفيا 76ers. وبالارقام، الثندر فاز في 82 مباراة من ال 100 مباراة اللي سجل فيها ويستبروك تربل دبل، وخلال هذه ال 100 مباراة قدر يسجل 2689 نقطة بمعدل 26.9 نقطة لكل مباراة. ومن دخول اللاعب لل NBA موسم 2008-2009، الثندر كفريق حقق 108 تربل دبل، وبالطبع نصيبه منها 100. وفي نفس الفترة يتفوق ويستبروك على كل الأندية الموجودة في الدوري بعدد التربل دبل، وأقرب فريق له هو كليفلاند ب 44 وهيوستن ب 42. وفي تاريخ 29 نادي الموجودين حاليا، يتفوق ويستبروك على 23 نادي منهم في عدد التربل دبل طوال تاريخ هذه الأندية. هذه الأرقام والإحصائيات كلها، واللاعب حتى الآن ما وصل لسن الثلاثين، ويفصله عن صاحب الرقم القياسي 81 تربل دبل. ويبقى السؤال الآن، هل راح يحطم ويستبروك هذا الرقم أو لا؟ عطونا رأيكم. سلام. Come on, man. That's, you know what I'm going to say. Just see him pull that the ball back away. That's nasty.